دشنت وزارة الإسكان خدمات تحديث الطلبات الإسكانية عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة مطلع الشهر الجاري، وذلك عبر استخدام رابط الموقع أو من خلال المسح على الرمز الشريطي أو ما يعرف بالباركود، والذي يتوفر بمواقع التواصل الاجتماعي بالوزارة وعبر توزيعه عند مدخل الوزارة لجميع المراجعين، وذلك من أجل تجويد الخدمات المقدمة للزبائن وتماشيا مع توجهات الحكومة الموقرة ورؤية الوزارة لمواكبة المستجدات الرقمية الحديثة. خدمات إلكترونية جديدة تفتح الباب على مصراعيه أمام المواطنين ليكونوا على تواصل دائم مع وزارة الإسكان دون أن تمنعهم مسافات أو يحدهم وقت، من خلال تدشين المنصة الإلكترونية التي تتولى مهمة تحديث الطلبات إلكترونيا. تم الاتجاه للمجال الإلكتروني تحديث البيانات لأصحاب الطلبات الإسكانية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة بسهولة من خلال الضغط على الشريط الخاص بالتحديث أو عن طريق استخدام الباركود مباشرة عن طريق الموبايل. وبعد إتمام عملية تحديث البيانات عن طريق الرابط الإلكتروني، سيتم إرسال رسالة نصية لأصحاب الطلبات الإسكانية بإتمام عملية التحديث بنجاح، وفي حال الرفض بالقبول بسبب خطأ أو نقص في المستندات أو عدم وضوحها، سيتم إرسال رسالة لتحميلها مرة أخرى. الخدمات المقدمة لم تقتصر على الموقع الإلكتروني، بل شملت مركز خدمة العملاء بالوزارة ليقدم مواعيد منتظمة في أوقات محددة يمنحها موظفو الوزارة المختصين للمواطنين لاستقبالهم في مواعيد تم حجزها بشكل مسبق من خلال مركز الاتصال بالمركز في الوزارة، وتجنب تأخير المراجعين الذين لم يتحصلوا على مواعيد مسبقة للمراجعة في الوقت ذاته. بدأ تدشين خدمة الاستفسار المباشر عن طريق مركز الاتصال الوطني في 1/3/2020 لتسهيل حصول المواطن على الخدمة بأسرع وقت ممكن. طبعا هذا الإجراء تم لتجويد الخدمات الإسكانية بالوزارة والرد على المواطنين في أقرب وقت ممكن. يتم إرسال هذه الاستفسارات للوزارة بشكل يومي، ويتم تصنيفها ويبادر الفريق المختص بتصنيف تلك الاستفسارات للرد عليها خلال حد أقصى 10 أيام عمل. كما توجد قناة أخرى للتواصل من قبل المواطنين، وهي قناة فعالة جدا، جزء من عملنا اليومي جزء لا يتجزأ من عملنا اليومي، وهي برنامج التواصل. طبعا تم تدشين هاي البرنامج في العام 2014، من خلاله يتم استقبال كافة استفسارات الشكاوي والمقترحات ويتم الرد عليها في وقت قياسي حفاظا على وقت وجهد المواطن. تأتي هذه الخطوة مؤكدة على حرص وزارة الإسكان المتواصل على تسهيل الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بخدمة تحديث بيانات الطلبات الإسكانية. يأتي تدشين الموقع الإلكتروني خدمة للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية من أجل تسهيل عملية التواصل بأقل جهد وأسرع وقت ممكن. حول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.